اهلا بيكم مره ثانيه، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. واللي من حضراتكم عنده فضول وعنده شغف وعايز يتعرف اكتر على تاريخ وعلى بطولات النادي الاهلي، الفرصه العظيمه حصلت اهي. احنا معانا الاستاذ محمد صادق، يعني خير من يحدثنا عن تاريخ النادي الاهلي بانجازاته العظيمه. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الخير استاذ كريم، صباح الخير استاذ صباح عم. جميل استاذ محمد عليك والله. صباح الخير يا اللي معانا. بحب اسمع الاغنيه دي اول ما اخش البرنامج، جميله قوي جدا جميله وحب. وبتعمل فلاش باكات لايام حلوه. جميل طبعا. النهارده في لوك جميل وحاجات حلوه كده، في روح حلوه كده. وانت جاي لنا بالاحمر بقى وجايين بعد فوز كبير وبطوله الحمد لله يعني. سعيد سعيد، ده انا والدتي كلمتني دلوقتي بتقول لي اشكر له استاذ نهاوند على المقدمه العظيمه الحلوه. لا والله اللي بتخليك لا. يا ابني فعلا انت والله يا استاذ محمد النهارده التاريخ الناس ما بتبصلوش، احنا لازم نبص التاريخ. طبعا تملي بقول تاني، اللي بلا ماضي بلا حاضر. الله صح. طبعا. لازم صح. احنا عايشين على الماضي والحاضر والمستقبل. ويا له من ماضي في حاله النادي الاهلي. أيوة. ففرصه بقى عايزين نتعرف من حضرتك، انت مجهز لنا ايه من منشطات الزمن الجميل؟ كل تاريخ الاهلي جميل. النهارده هنجيب حاجات كده بقى ايه مشكله حلوه كده، والاهلي وفرحته، الاهلي فرحه مصر، فرحه شعب. يعني انا بقالي مده ما بفرحش. ها؟ ما فرحتش لما الاهلي كسب. حاجه غريبه. يعني حتى الناس اللي هم بيقعدوا يقولوا كلام كده على الميديا ومش عاجبني، وانا كراجل كمشجع، لا انتوا ما خدتوا 2 دوري ما كسبتوش الاهلي. انتوا كان تاريخكم كله بيقول ها احنا مش عايزين بطوله، احنا اهم حاجه عندنا الديربي، نكسب الاهلي ونعكن عليه. ها؟ دلوقتي الدنيا ايه اتلمت. ها بيكسبوا بطولتين وما يعرفوش يكسبوا الاهلي في 14. بقى يا استاذ محمد احنا ما بنردش اكيد على الحاجات دي. خلينا فينا، احنا بنرد على الملعب. هنرد بالتاريخ. يلا بينا نشوف. هنبدا بحاجه حلوه كده. كل حفل كل فرح والكبير، ولما بقول الكبير لازم اقول مين المسؤول. لما كنا انا مثلا مؤسسه معايا 4 أو 5، انا رئيس مجلس الاداره، فكله الاستاذ محمد صادق نروح للكبير. لما نروح للكبير ممكن نعرض في الشاشه. ايوه ايوه هن نبدا. انا جايب صوره جميله دي فيها المعاني. ايه بقى ده؟ انا جايب الكابتن الخطيب تتويج دلوقتي. الورود الحلوه دي اتحط على رقبته ها كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي معاه كلهم. ها نشكرهم. الورد ده ليه؟ لان الراجل ده سابر كتير عشان يفرحنا. وعيد ميلاده برده كان امبارح. ما دي مفاجاه عاملها بعد الصوره، بس نكمل على الصوره دي حقها. ميز. الصوره دي احنا حاطين، انا جايبه كده صوره معينه، جايبها عندي مليون صوره للكابتن خطيب. بس الصوره دي اللي جايب بيها مزينه بالورود الجميله وعلى اللون الاصفر الحلو حضرتك لابساه. ها؟ ان ايه؟ ان كابتن الخطيب ده اهداء للكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. ها؟ ان هم تعبوا اول الفتره اللي فاتت. ها؟ عشان نوصل للبطوله هتبقى فتحه خير علينا ان شاء الله. بطوله لما بتيجي مبادئ وقيم واخلاق بتبقى غاليه قوي، اكتر من 100 بطوله ثانيه فيها شوائب وفيها شكوك وفيها حاجات كثيره. ها؟ التاريخ فاحنا نشكر الكابتن الخطيب. حلو جدا. دي بقى اهداء للكابتن الخطيب وكل سنه وهو طيب في عيد ميلاده. الكابتن الخطيب مواليد 28 أكتوبر 1954، وده كان يواكب. انا قعدت ادور في الارشيف بتاعي وارجع بالذكريات كتير، لقيت نفس اليوم مولد الكابتن الخطيب كان في ماتش مباراه الاهلي والزمالك، والاهلي كسب 4-0 4-1 في نفس اليوم. في نفس اليوم 4-1 في 8 أكتوبر 28 1954، يوم مولد الكابتن الخطيب، كان الاهلي بيلاعب الزمالك، وان كان الماتش كان بيتعمل بينهم كل اول الدوري، والاهلي كسب 4-1. كل سنه طيب يا كابتن الخطيب. في يوم مولدك كان الاهلي بيكسب الزمالك، وفي يوم ما كنت كابتن على النادي الاهلي في 1972 كنت بترفع كاس، كنت برضه 4، يعني كان 4-1 وبعد كده 4-2. ده ما كابتن ماهر مثلا، ده يعني شكله اتغير خالص. كابتن ماهر حمام. يا نهار ابيض. دي بقى هنخش بقى ايه نلعب بقى في التاريخ شويه كويس، في التاريخ كده الحلو كده. احنا في سنه كام؟ 2022. ف 22 دي انا حبيتها، فقلت الله طب ما انا اجيب البطوله كام 22 للنادي الاهلي في كاس مصر. حلو. وبعد كده هجيب بطوله 22 في كاس الدوري، ما احنا لازم نفرح بقى 22 كده يعني. الكابتن مان همام كان البطوله، كان الاهلي بيلاعب النادي المصري في نهائي كاس مصر هنا في 1983. 1983 كان يواكب البطوله رقم 22 في كاس مصر للنادي الاهلي. ورفع الكاس الكابتن ماهر همام، وكان مين الاحرز الهدف؟ هيجي في الصور اللي جايه.
الكابتن الكبير المحترم الكابتن خالد جد الله. اللي كان مشهور بالقصر. كان ساعتها بقى مين بقى؟ شوف مدينه العظماء ده جيل ذهبي. طبعا كابتن احمد مال، كابتن الجوهري، كابتن فتحي مبروك، كابتن حازم كرم، يا كابتن حسام البدري، كابتن اسامه عرابي، مصطفى عبده. جيل 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 جميل 83 ده. طبعا احنا كنا بنقابل المصري حظنا على طول حلو. في كابتن فتحي، فتحي مبروك هو فوق نفس الكاس، وجبت الجنب كابتن جوه لابس ابيض. يا نهار ابيض ده شكله اختلف خالص. طبعا طبعا تاريخ، التاريخ لازم. الاهلي جماله وحلاوته ها، ان اي انسان مخلص في النادي الاهلي بعد 100 سنه التاريخ بيذكره باخلاصه زي كابتن فتحي مبروك. شوف الجون هنا جايب تحت الكوره، كابتن عادل عبد المنعم كان اهو. الاهلي يركز زعمته ويفوز بكاس مصر رقم كام؟ 22. انا برضه بعيد عشان 22 دي تبقى سنه كبيسه على الاخرين وجميله لينا. فهنا الكابتن استاذ محمد مش ممكن. لا وعنده قدره على ربط الامور والتواريخ ببعض. ايه كابتن ثابت البطل رحمه الله ورفع الكاس. لا يمكن بقى شكل كابتن ثابت تتلخبط فيه، هو من زمان لحد يعني الله يرحمه وفاته وهو نفس الشكل. هو شكله كله الرجوله المتكامله. وكابتن عبد الاحد جمال الدين كان وزير الشباب والرياضه ساعتها، وكابتن اكرامي كان هو بديل كابتن ثابت البطل. وهنا رفع بيرفع الكاس في الاستاد، كان ماتش مهم جدا، والقذيفه جت مع حدود 18 رائعه من كابتن خالد جد الله كده بوش رجله اليمين. هو كان لعيب فظيع. هنا التشكيل الفرقتين اللي لعبوا كان كابتن خطيب، بص كابتن خطيب، الكابتن خالد جد الله، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن مجدي، كابتن ثابت، كابتن اسامة عرابي، كابتن ماهر امام، كابتن حسام البدري، كابتن ربيع ياسين. والناحيه الثانيه بقى فرقه ولا اجمل الفريق المصري، كان جيل ذهبي ساعتها طبعا. في الفتره ديت الزمن ده كان كل الفرق في اعلى حالاتها واقوى حالاتها، عشان كده كانت الاهلي ما بيكسب. هنا بقى نخش بقى، دخلنا بقى المخرج بيلعبني شويه دلوقتي، هنخش على ايه؟ البطوله كام؟ 22 في بطوله الدوري. الدوري بقى 1-0. 1989 الاهلي البطل يهزم الزمالك في الدوري، استعيدوا. وكانت المباراه دي مين احرز الهدف؟ الكابتن الجميل الخلوق كابتن علاء ميوب. طبعا جون جميل. كان الكابتن علاء ميوب حاجه كده حلوه كده، كان كابتن علاء موهوب، حاجه كده جميله بيتقال له كده. يعني طبعا. من صناع اللعب واحراز الاهداف كان هو. هنشوف اكتر من صوره ازاي الكابتن علاء ميوب رجح كفه النادي الاهلي، وكانت المباراه دي صعبه قوي. هنا بقى احتراما للنادي الاهلي وتاريخه، برضه جبت جنون النادي الاهلي. الحمد لله الاهلي هو ايه؟ البطل. درس للزمالك، الفصل عمر لعب وفاز وصلت الدوله، هدف ميوب اسكت اصوات الزمالكيه فقصفوا بالحجاره بعد المباراه. هنا برضو بجيب على نفس الحدث من اكتر من مصدر. هنا بقى كابتن علي فرحته بيجلو، مين بقى جنبه هنا؟ كان كابتن لعب في المباراه دي وتعتبر الوحيده ليه مع الزمالك، الكابتن صديق جمال، ووراه الكابتن بدر رجب المدرب الجميل. معقوله كابتن صديق برضو شكله اختلف خالص؟ حد تاني طبعا. يعني كانه شخص تاني يعني. لا شوف الفرح. بص هنا بقى نقول ايه؟ الاهلي بيقول لكم بصوا على قدكم، مش انا اللي بقول ده، من عندي مش زجل. ده منشط مش شجل. ده هم منشط الكره والملاعب حاجه جميله قوي. المنشطات زمان كانت قويه وكاتشي وبجد تحب ان انت تقرا الخبر بسبب المنشط بصراحه. الجورنان كان بيتباع بالمنشط يعني، الجمهوريه، الاهرام المسائي، الكره والملاعب. هنا بقى بص على ميوب فرحه، يا سلام. كان برغم ان الكابتن ايمن طاهر كل الاحترام كان جول نادي الزمالك ها، شال كتير في المباراه ديت وقالوا عليه نجم الاهلي البطل في الدوري. خد بالك احنا هنا كسبنا الدوري العام والخاص. ايه بقى حكايه الدوري العام والخاص؟ الدوري العام احنا ناخده مباراه، والدوري الخاص اللي هم بقى كانوا زمان يعني بيقولوا عليه احنا مش مهم ناخد الدوري ولا الكاس، المهم نكسب الاهلي وخلاص. يعني على اعتبار ان اللقاء الاهلي والزمالك ده في حد ذاته دوري لوحده، دوري خاص منهم يعني، في الدوريين بعيد تاني اللي اتاخد مننا. سبحان الله البطل اللي بيقولوا عليه بطل ما كسبناش. انا كنت اعرف ان كل بطل في كل بلد هو بطل بلده وبيكسب الغريم بتاعه التقليدي. هنا بقى شوف الفرحه الجميله كابتن علاء لما نزل على الارض ورجع لورا ازاي؟ في حماس، في حب من الجمهور، ها؟ حاجه غير اخي الاهلي بطل، الثابت البطل يجري المباراه، ميهوب صالح الجمهور حساب. كان الجمهور تملي كان بيزمر معاه. طبعا طبعا. هنا بقى طبعا السوبر 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 يعني بنعيد عليها كتير لان احنا ابطال السوبر 12 مره. يا ده احنا في كل بطوله ما شاء الله. قال لك السوبر هو الاهلي ده المنشط. احنا في كل بطوله البطولة الأولى. خد بال بقى حضرتك، أرجو المخرج بس ثواني معلش. نرجع يا جماعة بعد الصورة اللي قبل ديت ونخش، احنا حتى لو ضلنا وقت بسيط بس هنجيب كل حاجة. السوبر أنا ليه بقى جايب عزز الخاص ده؟ كابتن أحمد بلال وكابتن بلتو وكابتن هادي خشبة والكابتن الجميل
رئيس نادي الاهلي كابتن حسن حمدي، ها ازاي هنا بيقول لك السوبر حاجه مهمه، ودي بطوله كل البطولات اللي بيشترك فيها الاهلي هو نجم نمره واحد، مفيش اي بطوله اي فريق تاني عداه فيها، سوبر دوري كاس السوبر هنا بقى جميل قوي. في 2007 احنا خدنا كل حاجه، وكان في بطوله بتكمل 2007 ل 2006. ازاي؟ يعني الاهلي خد سوبر افريقي، سوبر مصري، خد الدوري، خد الكاس، خد كل البطولات اللي النهارده الاخرين عايزين يجمعوا بس بطولات المحليه. لا لا، احنا في 2007 خدنا كل البطولات، وده كان ناتج وتكمله من 2004. هو من 2004 ل 2010 يعني لما قامت حاجه في 2011 عشان هم يعني الناس تاخدوا الدوري، ها من 2004 ل 2010. لا لا بلاش، احنا 2004 احنا مش تفكيرنا كده يا استاذ محمد، معلش احنا ما بنفكرش عشان حد ياخد حاجه، احنا يا فندم مش ده فكرنا، فكره حد تاني يعني. يعني احنا لما نقعد 6 7 سنين 10 سنين ناخد بطوله ورا بعض ومتتاليه افريقيا بس احنا ما بنحسبهاش كده، غيرنا بيحسبها كده، احنا ما بنحسبهاش كده. معلش ما ينفعش، ما في حاجه اسمها لازم حق الرد، لازم ارد حق الرد، مش هتبقى باللي هو يعني اصل كانوا مجبرين يعني ان هم يدوها لحد في التاريخ يعني. الاهلي خدناه سبعات سبعات سبعات، معلش بيحصل دروب، ستات ستات ورا بعض، ودينا بنستعرض التاريخ ده، ودينا بنستعرضه من خلال المانشيتات اللي كانت بتزين صفحات الجرايد الرياضيه. بس كريم الصمت ساعات بيقول لك ناس بتاخدوه ان هو ضعف، لا مش اكيد ضعف. لا يعني احنا بنعمل في صمت، بنشتغل بصمت، ما بنردش على الناس اللي بيطلط فينا، الناس عندنا مبادئ وقيم في اخلاقنا في تاريخنا في كل حاجه، وبنحافظ على ده. عشان كده اي بطوله بناخدها بالمبادئ وبالاخلاق ديت بتساوي 100 بطوله لاي فريق تاني. عايز اسالك بقى بشكل عام، هل وانت راجل بتحب تتابع ماتشات النادي الاهلي ومتابع جيد جدا لكره القدم يعني بشكل كبير، طبعا هل متعه المشاهده اختلفت زمان عن دلوقتي وحضرتك راجل ما بين عصرت اجيال ذهبيه زي اللي احنا بنستعرض انجازاتهم مع حضرتك في كل مره؟ استاذ محمد قال لك كان بيروح يتابع وهو عنده 5 سنين الماتشات، صح كده؟ انا كان عندي وانا صغير مكتبه عند الجامع الازهر. وانت طالع الازهر ده يعني طالع صلاح سالم، هو ده الطريق. أيوة. كل الفرق بتروح في الاستاد جنبي، فنشوف الفرق وهي طالعه وهي نازله باتوبيسات، الاهلي نازل على الجزيره، الاهلي طالع على صلاح سالم يروح الاستاد، فكنا بنستمتع نروح. بس الدنيا اختلفت خالص. ليه بقى؟ في نقطة مهمة قوي يا جماعة، فاضية النبي آخر سنتين دولت. اتفضل. الأهلي منزوع منه أنياب قوية جدا وهي الجمهور. الجمهور العظيم جمهور النادي الأهلي. الجمهور العظيم احنا بنقول 80% من عدد شعب مصر. ها؟ الجمهور ده أساسي، ها؟ لما بيكتر هو أساس قوة النادي الأهلي. الأهلي لما شفناه هناك بيلعب في السوبر واول ما شفناهم بدايتهم لان الاهلي هو ده الاهلي هيلعب بروح الحمراء، روح الفانيلا الحمراء. كان التشجيع حلو بصراحه هنا وهنا، الجمهور حرك. طب ما في جمهور هنا وفي جمهور هنا. بس جمهور الاهلي بيختلف، بيديك الحماس لانك انت بتعاصر تاريخ. يا جماعه النادي الاهلي ده عظيم قوي، تاريخ جميل ورا شعب. انا اول ما بدات قلت ايه؟ فرحة شعب. بص يعني الاهلي بجد انا دايما بقول عيلة الاهلي، لان انت حتى لو بتنتمي سواء انت مذيع حتى في قناة الاهلي، خش شوف لو حد بس مسك بكلمة، انا ما بردش والله بقى، تقطيع فيهم. انا بزعل. انت بتحس وسط عزوتك والله العظيم. لا انا بتفق معاك، دي مش نقطة، انا بقعد دي مش نقطة جدلية اصلا طخ يعني فاهم. احنا رجعنا لشوية البطولة 107 2007 ده قريب، ابتدينا نرجع نقدم شويه. لا احنا بدانا اخر حاجه 2007 ازاي الاهلي حصل على كل البطولات. تمام. دي السوبر الافريقي وكان واخدها بره مصر، ها خدناها بضربات الجزاء. كانت فين وقتها معموله يا استاذ محمد؟ لا دي كنا بنلعب مع ابطال السوبر اما مع فريق التونسي اللي احنا لعبناه هناك وكسبناه بضربات الجزاء. كان في تونس وقتها يعني. ايوه. أوكي. وساعات كنا بنلعب في افريقيا حسب ما الاتحاد الافريقي بيبقى عايز. تمام. 2007 هنا بقى طبعا بقى الكابتن بقى حمادي النحاس، كابتن احمد السيد، كابتن فلافي، وكابتن محمد شوقي، كابتن عماد متعب، كابتن اسلام الشاطر الجميل، كابتن محمد بركات، كابتن حسام عاشور، تامر، كابتن تامر، كابتن ابو تريكه، كابتن شادي محمد. جيل عظيم. قعدنا 6 سنين بنتفرج على الكوره. ها صحيح كان عندي ملل، انا كان عندي ملل بامانه. والله من كتر البطولات كنا نقعد كده، فريق كبير فريق صغير، خدوا 5 رايح، خدوا 4 جاي، خدوا 3، خدوا 6 كورة بعض. ايه ده؟ ما بقاش فيه يعني كنت منافس. وقتها بتنافس نفسك زي ما بيتقال. ما فيش، احنا كنا نقعد قبل الماتش نقعد مع بعضنا اصدقاء 4 نكسب 5، كنا نراهن بعضينا. يعني الكلام على الرقم بس الرقم. مش على المبدا يعني. اي فرق ما كانش فيه عندنا فرقه كبيره وفرقه صغيره، كلهم سيام. اي فرقه تنزل منها مذعوره كنا اهي. شوف شوف التشكيل الجميل، وكان معانا الكابتن التونسي الجميل انيس بوجلبان، كابتن شادي قناوي، كابتن وائل جمعه، كل احترام والتقدير. فرقه عظيمه يا جماعه، التاريخ بيقول بيتكلم عن نفسه.
مبادئ وقيم ورجوله. ده 2008 مثلا؟ 2007. و7 ليه انا جبت 2007؟ وفي كان حاجات ثانيه كتير، لان 2007 هي تكمله 2006، وخدنا جميع البطولات ما بين السوبر المحلي وسوبر افريقيا وما تعدش دوري سوبر كل بتوشه سوبر سوبر اهلي سوبر اهلي سوبر. وفي صوره كمان بعدين المخرج يبقى لنا الاهلي يبدا سوبر، الاهلي يبدا سوبر، لقاءات بقى وصور كتيره من صور من بعد المطوشه. لكن عايز اقول ايه؟ السؤال حضرتك قلته لي بقى، احنا بنختلف عن الاخرين، احنا بنروح بنحب حاجه اسمها النادي الاهلي. انا نمت سعيد بقى لي مده سعيد، ما عندكش فكره في الشوارع عندنا لما الاهلي بيكسب تيت تيت وعربيات والناس زغاريت، انا بقوم انا عيال نقعد اهلي ونقعد نسقف، دي حاجه شعور جميل. نبص ما هي كره القدم بالنسبه لناس كتير قوي هي من مباهج الحياه، ودي اساسيات. انت بتبقى عايز في وسط الاحداث كثيره عايز تفرح، سبحان الله. انت فاكر يا استاذ محمد وقت 2020 وبدايتها واللوك داون اللي حصل طبعاً. ما كانش في حاجه خالص الواحد قادر ان هو بجد يعملها غير بعد كده في الاخر بقى ان هو يتفرج وينبسط. يعني هو دي الأهلي. كانت يعني بجد ما عندكش حاجه ثانيه تعملها، بس الحمد لله كان وشها حلو علينا طبعا. هو يعني. الاهلي هو الاهلي هو فرحه داخليه فقط، هي البطل بطل في كل مكان، بطل في افريقيا، بطل في العالم، كاس عالم انديه، بطل هنا. مش هتيجي مثلا كنا زماننا واحنا في الدرب الاحمر نلعب حاجه اسمها دوره رمضانيه، في الفرقه بتبقى بتلعب في دوري الشركات او الاكبر بتخسر، تيجي في الدوره الرمضانيه احنا ابطال احنا وحوش ها، وياخد دوره رمضانيه وخدوا بطوله، غلبوا الدرب الاحمر، غلبوا التبانه، غلبوا سوق السلاح. لا انا مش برمي كلام، انا بتكلم صح. ها كل فرقه بتلعب على قدها، بس ارجوكم احنا لازم نرد، لازم يكون عندنا حق الرد. ايوه بس انا كواحد من الجمهور ردنا بس مختلف شويه، يعني احنا لا نلوم احد على فوز احد، احنا دايما بنقول خلاص بطوله راحت ماتش وراح، بس احنا بنرد ان احنا بنعوض بعد كده. انتوا ليه ما عندكمش ناس بيبقوا عايزين يعملوا ترندات باي اسلوب باي مش طريقتنا باي طريقه؟ في ناس كتير يعني احترس كثيرا لكل ما اقترب الارض بيحبوا قوي الترندات والحاجات الكتيره قوي ديت. احنا شويه توجهاتنا يعني مختلفه الى حد كبير وتتسق تماما وتتفق تماما مع المعتاد من النادي الاهلي، فكره الرد على الارض وفكره الترفع والنوع ده من الامور. وحضرتك ده انت سيدي العارفين يا استاذ محمد على مدار 100 سنه. انا بس عايز استاذنك عايز استاذنك على حاجه، زي ما انت طمنتنا على الاهلي في الازمنه السابقه كان عامل ازاي، تعالى اطمن على الاهلي النهارده وتحديدا تدريبات الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. ومعانا زميلتنا العزيزه نورهان طمان اللي تعرفنا اخر المستجدات. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على ضيفكم الكريم، وطبعا بنرحب بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره زي ما عودناكم نطلعكم على اخبار النادي والانشطه المختلفه. وزي ما قلت يا كريم طبعا الفريق الاول بيتدرب حاليا احنا بجانب ملعب مختار التتش هنا، التمرين بدا من الساعه 10 صباحا. وكمان خلينا نقول لكم انه ابرز ملامح التدريب النهارده هي التدريبات التاهيليه لرامي ربيعه واليو ديانج طبعا اللي بيعانوا من الإصابة. اما بقى طبعا نروح من كره القدم للكاراتيه، وعايزين نهنئ نجومنا ونجوم النادي الاهلي على الميداليات اللي حققوها طبعا، وكهم فخر للنادي الاهلي طول الوقت، والكاراتيه دايما فخر للنادي الاهلي. فاطمه عبد الناصر حققت الميداليه الذهبيه في مسابقه الكوميتيه للسيدات تحت 59 كيلو جرام، وكمان مريم العزبي في مسابقه الكاتا للناشئين فازت بالميداليه الفضيه في بطوله العالم، وياسين احمد عادل فاز بميداليه برونزيه في مسابقة الكوميتيه للناشئين، ومحمد صلاح عبد الحميد فاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بتركيا. بنهنيهم وطبعا شرفونا وطبعا شرفوا النادي الأهلي في كل مكان. ومن الكاراتيه للفولي بول خلينا نقول لكم طبعا انه المباريات متوقفه وهتستأنف في 5 نوفمبر المقبل. التدريبات الصباحيه والمسائيه يعني شغاله او طبعا قائمه على قدم وساق طول الوقت، التدريبات قائمه. كمان خلينا نقول لكم انه محترفات الكره الطائره بيتدربوا بشكل جيد مع الفريق، والنهارده الساعه 8 الرجال النادي الاهلي هيواجهوا فريق الجيش في مباراه وديه هنا في اهلي الجزيره.
ومن الفولي بول الهاند بول. خلينا نفكركم انه منافسات طبعا السيدات المحليه متوقفه بعد انضمام 10 لاعبات لمنتخب مصر اللي بيشارك في بطوله افريقيا للسيدات. وكمان على مستوى الرجال طبعا تواصلنا مع الجهاز الفني لكره اليد الجديد، ويعني يمكن قال لنا انه في ضغط كبير جدا على رجال الهاند بول في الفتره الحاليه، وان المدير الفني على الرغم من ان هو يعني بيعاني من ضغط كبير في المباريات الا انه قال ان هو مستفيد من هذا الضغط بان هو يستكشف الفريق اكتر، وان هو عينه على فاينل الدوري. كمان خلينا نقول لكم انه الساعه 2 النهارده في انعقاد للمكتب التنفيذي لاداره النشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي للوقوف على اخر مستجدات النشاط الرياضي ومتطلباته. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر الاهلي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى للاستوديو. نورهان قبل ما تشكرينا حابه برضو ان احنا نستغل وجودك معانا ونطلع ساده برضو المتابعين دلوقتي على الاجواء داخل النادي عندك، وفي نفس الوقت برضو لو في كواليس اثناء التدريب عندك اي معلومه تحبي تطلعينا عليها اتفضلي. طيب احنا طبعا في الساعات الاولى من صباح اليوم طبعا بوابات النادي كانت مفتوحه لاعضاء الجمعيه العموميه والعاملين طبعا في النادي، يعني استقبلوا الاعضاء في الساعات الاولى من صباح اليوم. يمكن التوافد مش كبير زي ايام الاجازه، النهارده طبعا الاثنين في مدارس والساعات الاولى ما شهدتش تواجد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه هي في نادي الاهلي الجزيره. والتدريب زي ما قلت لك يا نهاوند يعني كان بدايه من الساعه 10 طبعا اللاعبين تواجدوا في التاتش كلهم، وطبعا يعني جريوا حوالين او يعني لفوا التراك زي ما احنا عارفين بدايه طبعا التدريبات. وايضا يعني مستر كولر كان يعني واقف بيتحدث مع الجهاز الفني عن اخر مستجدات الفريق، وطبعا ان شاء الله زي ما قلنا لكم الفريق بيستعد لمباريات الدوري في الفتره المقبله. كمان خليني اقول لك بما انك سالتي على الفريق الاول، طبعا في مباحثات حول بديل طاهر محمد طاهر في المباراه القادمه امام الداخليه. زي ما احنا عارفين هو يعني تعرض للايقاف في مباراه الاسماعيلي الاخيره، ولسه لم يعني ما فيش قرار اكيد عن بديل طاهر محمد طاهر في المباراه القادمه. رائع جدا. طب بالنسبه للتمرين هل هيستمر لنهايه اليوم كتمرين اليوم الواحد زي ما احنا عارفين يا نورهان، ولا هيبقى منتهي مثلا في الساعات او يعني الدقائق القادمه؟ لا هو غالبا هينتهي في الدقائق القادمه يا نهاوند، مش هيكون على مدار اليوم. تمام، شكرا جدا نورهان زميلتنا العزيزه. واضح من الفيو كده ان الجو فعلا ابتدى يتحسن بشكل كبير جدا. طب انت جاي يا استاذ محمد كان الجو ايه والزحمه ايه؟ جميل جدا جميل جدا صح، انا حاسه كده حاسه الفتره دي الجو مختلف، وانا مبسوط ان المرور كمان نازل بتقله وعامل شغل كبير قوي عشان عوده في تعليمات ما شاء الله في كل الاماكن، يبقى في سهوله مروريه كويس جدا الايام اللي جايه كلها افراح واحتفالات جميله. جميل عشان لما تيجي لنا بقى ان شاء الله الايام اللي جايه وتيجي تنورنا في البرنامج تبقى سكه سالكه في طريقك. وانا عايز اشكركم ان كنتوا بتدوني فرصه ان اقول اللي انا عايزه وما حدش بيملي عليا حاجه، واللي انا فيه واللي انا شايفه بقول. واعذروني لو انا بتكلم كمشجع محب للنادي الاهلي، مش راجل بقرا تاريخ وبجمع تاريخ فقط. ده 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 الشغف بتاع التفصيله دي لوحدها باينه حتى في تون صوت حضرتك لما بتيجي تتكلم، او لما تيجي حتى لمعه العين اللي وانت بتشرح بيها انجاز من انجازات النادي الاهلي المتعدده عبر التاريخ. احنا يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقه النهارده، جزيل الشكر. اشكرك واشكر استاذ نهاوند على الطاقه الايجابيه بتعطوها لي كل مره. شكرا لك استاذ محمد، نورنا باذن الله في فقره جديده وجزء جديد طبعا من تاريخ النادي الاهلي اللي حابين ان احنا نستعرضه مع الناس ولينا حتى حضرتك تستعرضه معانا. هنروح فاصل ونرجع مع زميلتنا العزيزه منى عمر الناقده الصحفيه، وهنتطرق بقى لملفات مختلفه طبعا محليا وكمان عالميا. خليكم معانا.